السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تربية طيور الكناري، وفي هذه الحلقة سنتناول موضوع جد مهم يعاني منه أغلب مربي، وهو طيور الكناري، ألا هو مشكل انتفاخ بطن طيور الكناري. إذن إخوتي في الله، مربي طيور الكناري، إذا كان لديكم بيت خاص بالكناري فيحبذ إطلاق هذه الطيور، تطير في الفضاء، تطير لأجل التقليل من هذا الانتفاخ، لأن الطيران يساعد على الحد من هذه الظاهرة. هذه الظاهرة تمنع خاصة تزاوج الكناري وعملية التلقيح، خصوصا ونحن في فترة التزاوج. وإذا لم تكونوا تتوفرون على هذا البيت فيكفي أن توفروا لهم قفص كبير الحجم لأجل الطيران بحرية. بطبيعة الحال مع عدم الإكثار من إعطاء الخلطة، خلطة الحبوب، والاكتفاء فقط بالحبوب العادية، الفلارس، حبوب الفلارس، والإكثار بطريقة يعني عقلانية من تقديم الخس مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. هذا من ناحية الحماية أو الرعاية أو الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض، أي مرض انتفاخ طيور الكناري. أما في حالات غير حالات العادية، أي في حالة الإصابة بهذا الانتفاخ، فما عليكم إلا تقديم مشربية الماء وتضعون فيها أربع قطرات من خل التفاح الطبيعي، ليس الخل التفاح الموجود بالدكان، ولكن خل التفاح الطبيعي المقطر، كذلك نصف من فص الثوم في المشربية. وينصح بتقديم الماء المعدني الطبيعي على أساس تجديد هذه العملية كل يوم، وذلك لمدة 5 أيام أو 7 أيام على الأكثر. تحياتي لكم إخواني أخواتي في فيديو لاحق إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إن أعجبكم فعلا، التعليقات تحفزنا فلا تنسوها، وشاركوا هذا المحتوى مع غيركم من المربين حتى تعم الفائدة، ومن له إفادات أخرى فليضعها في التعليق ونناقش الموضوع. ليس هناك من هو محترف فعلا، لكننا كلنا نتعلم انطلاقا من تجاربنا الخاصة المتواضعة. فضلا وليس أمرا، إذا لم تكن مشترك في القناة فاشترك وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد.